رسالة أخيرة توجهها للعيبة قبل نهائي كأس أفريقيا، خصوصا إن إحنا قربنا من ماتش بعد تأجيل ماتش الرجاء، رسالة أخيرة كده ليه؟ عندي صورة أنا والكابتن أحمد رفعت والكابتن عبد الكريم الجهري وفاروق السيد وسمير السيد والكابتن عبد الكريم الجهري، وإحنا واخدين بطولة أفريقيا سنة 84. فأنا بطلع الصورة دي وأقول لها شد حيلكوا عشان نحطك اللي جاي في اللي جاي أحسن في الباترينا إن شاء الله بإذن الله. شكرا كابتن.